لنوسع هذا، لنسعد بالإسلام. نحن نعزل الإسلام، نعزله في جانب. إذا أخذت صانعا من الصناع تستخدمه، لا تجد فرقا بينه وبين صانع غير مسلم، بل ربما وجدت صانعا غير مسلم أكثر إتقانا وأكثر إخلاصا وأكثر دقة. قد يأتيك صانع فيجهد جهده من أجل الغش. إنسان مؤمن يسرق، أعطوه المواد باش يخدمها، يخدم بالنص والنص يسرقه ويبيعه، ويجي التاجر حتى هو يشري عليه، كلشي لصوص، كلشي لصوص. هذا ماشي خدام، هذا صانع يأكل السحت والحرام ويطعم أبناءه الحرام. هل يجوز في حياة المسلم أن يكون على هذا؟ نعم. ومكيجي الأذان ديال العصر يسمح داك الشيء يمشي يجري باش يصلي العصر باش ما تفوتوش صلاة الجماعة. طرفتك الإسلام كامل. لأنك تعيش بأموال الناس وأنت تستحل وأنت ما ناويش باش ترجع. ولذلك لو رأيتم الناس في الأسواق، لو رأيتم الناس في البيوع، لو رأيتم لقلتم إن هذا الإسلام مغيب. يقول أحد الإنسان شريت، أنا شريت العسل، فات علي واحد السيد بلا ما يشوف، غشوك وصافي، بلا ما تشوفوا كاع كي داير هذا العسل غشوك. لأن المسلمين أصل فيهم أنهم يغشوا في العسل. هل هذه أمة؟ ومع ذلك الناس يتسابقون إلى المسجد ويتسابقون إلى رمضان ويتسابقون إلى العمرة، بمعنى أنهم لا ينوون الرجوع والتوبة، معنى زايدين فيه تيموتوا هكذا. لذلك أقول أيها الأخوة، لنستحضر كل الأحكام الشرعية، كل الواجبات، ولنستحضر كل المحرمات، ونبتعد عن جميع المحرمات. الموظف الذي لا يقوم بعمله ويمشي يولي جبار في المحل ديالو، يبدا يضطهد المواطنين ويمشي ويسمح في الخدمه ويدير كذا وما نهضر مع حتى شي واحد وكذا، هذا جبار ياكل السحت. انت خادم لهذه الامه، انت قبلك تدبر يا ربي غير يدخلوك لذاك المحل باش تخدم. منين تخدم تولي فرعون، قل لا سيدي انا هذا النهار ما نخدمش وقلبت ولا راسي، كون بغيت ما نقلب لكش راسي قعد في دارك ما يقلبك حتى شي واحد راسك. انت جيت فين نقلب لك راسك؟ انت تحملت مسؤوليه خصك تقوم بها. وهكذا انت ما تطلبش من المسلمين، ما تطلبش من الناس رشوه. اذا انت الرزق ديالك ما يقدكش تكملوا بالرشوه، الناس الاصل ديالهم مالهم ما قدهمش ايضا. ما تشكو انت منه يشكو منه المواطن. إذا كان الإنسان يعيش في هذه الحالة، معنى أنه يعيش على دين يصنعه بوهمه. والذين لا يريدون أن يستقيموا على الإسلام هم الذين يصرون على أن الإسلام إنما هو عبادة فقط، ليفعلوا في المجالات الأخرى ما يشاءون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بمناسبة اللباس، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يستقر له لباس في الشرع، هذا ما قال الإمام ابن القيم. واللباس خاضع للعادة، والرسول صلى الله عليه وسلم لبس ما يلبسه وقومه مشركون. الأعمام اللي لبسها أبو جهل، والقميص اللي لبسه أبو جهل، والإزار اللي لبسه أبو جهل. فإذا حتى أن الرجل الأعرابي يأتي للمدينة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يقول أفيكم محمد؟ ما كانش يتميز بلباس خاص. إذا لباسه لباس عادي جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس اللباس الحربي، وعنده في بيته يلبس الإزار زي الفوطة، يعني نقولوا احنا في جماعة. وكل حال له 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 حال، كل حال له لباس. فهذه المسألة مسألة يعني مبنية على السعة. حتى ابن عاشور يقول في مقاصد الشريعة، يقول من عالمية الإسلام أنه لم يفرض لباسا على مسلم. فما سماش لباس اسمه لباس السنة، هذا لا يوجد. لباس السنة هو أن تلبس ما يلبسه قومك، لأن السنة المحمدية أنه لبس ما لبس قومه رغم شركهم. فدل هذا على ماذا؟ على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، حديث ابن عمر، لا يدخل في هذا، ليس هذا من التشبه. التشبه في مسائل الاعتقاد، في مسائل العبادات، لا في العادات. أنت لابس القميص، تحت القميص وش لابس؟ أوكس لابس سروال، نحي سروالك، سامحني في الكلمة. طيب وتحت السروال إيش لابس؟ مش لابس كالسون، نحي زاد كيف هذا من لباس الكفار. والكفار يشربوا الماء، ما تشربش الماء. والكفار يأكلوا زاد كيف إن الخبز، ما تأكلش. والكفار يركبوا على الكهرباء، يلبسوا مرايات كيف. والكفار يستعملوا الهاتف، ما تستعملش الهاتف. شوف ضابط التشبه ليس ها هنا،
شبه بالكفار إنما هو في العقائد والعبادات. العادات كما قال الإمام الشاطبي، أنا قلت لك بيني وبينك المراجع، الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام يقول البدع لا تدخل العادات، البدع تدخل في العقائد والعبادات لا تدخل في العادات. وهذه عادات الناس، اليوم احنا في الخليج يلبسوا قميص، يلبسوا اللباس الواسع اللي هو بعيد عن الجلد ويغطي رؤوسهم ويغطي قفاهم، في بلاد الباردة يلبسوا اللبسة اللي هي ضيقة شوية باش تقرب للجلد باش تدفي. واليوم المسلمين الحمد لله ساكنين في العالم كامل، كل بلد له عرفه وكل بلد له لباسه. شو مع العرف؟ ليش نتميز هنا؟ ليش؟ علاش نتميز؟ شبين نتميز على المجتمع باش نقول لهم ها انا ابن جلة وطلع الثنايا اذا ما رأيت العمامة فعرفوني؟ اذا هو تصرف وسلوك يعتبر نوع من انواع الاستعلاء على سائر افراد المجتمع. اذا هذه التربية، تربية الناشئة وتربية الشباب على تزويق المظهر قبل تعليمهم أفعال القلوب وأعمال القلوب من محبة الخير للناس وصدق التوكل على الله ومراقبة الله في السر والعلن والأخلاق الحميدة، التركيز في التدين على جانب المظهر هو منهج منحرف، منهج منحرف. كانوا تزويق، أنا نسميه المكياج الديني، يدخلوه للدين، يهزوه يصلي من نهار الأول، يسمك تعمل اللحي وتلبس العمامة، إيه وبعد؟ بعد خلاص أنا مش يشوفه البر يقول شيخ، كي مش يسمع كلمة شيخ مش تعجبه روحه، يقول لك والله إني بالحق شيخ، يغزر نفسه، فهمتني ولا؟ المرأة يقول لي شيخ، فيسبوك. ويولي عنده أتباع ويولي يفتي ويولي يقرأ كلمة وكلمة منه. إذا شفتوا وين وصلنا الآن؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الرجل الإسلام مش يقول لأصحابه خذوا أخاكم فقهوا في الدين وأقرئه القرآن، ما يتعرفش لمسائل المظهر. ولذلك حتى شيخ الإسلام تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لما تكلم على مسألة التشبه، هو كتاب مصنف في مسألة التشبه، إيش يقول؟ قل أمر المسلمون بمخالفة المشركين لما قامت لهم الدولة وصارت لهم الشوكة. أما في مكة لم يؤمروا بالمخالفة، ليش؟ لأنهم كانوا ضعاف، كانوا ضعاف. تطلبني أنا باش نمشي بالجبة والقميص في وسط باريس، ندخل للبريد وندخل للبلدية وندخل للولاية وندخل الإدارات اللي أنت ما تعرف إيش، وندخل الجامعة ونخرج، هذا أنت تعمله لم هذا كلام. ثم البدلة هذه اللي سمي فيها بدلة فرنجية، تعرف أصلها تركي يا سيدي، أصلها تركي من صنع الأتراك، الكوستيم. أي نعم، الكوستيم أصله تركي من صنع الأتراك الأحناف، وخذوها الأوروبيين عنهم، بالزيت تعرف أنها لبسة إسلامية 100%، واضح؟ إذن الكوستيم لبسة إسلامية من نسج المسلمين، ما قلوش هو من نسج المسلمين، من نسج المسلمين معناه أصلها الأصيل، معناه من نعم الأتراك. وقد أخذها الإفرنج الأوروبيون من الأتراك. بي شيخ بربي عندي